السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وطلابي طلاب وطالبات الصف الثاني من مدرسة قرطاج، اليوم سوف نتحدث لكم عن الدرس الجديد عن الجمع المتكرر والضرب، وذلك من خلال بعض الأمثلة للدرس الأول. أرادت أحلام بالذهاب إلى المتجر لشراء بعض الأغراض، وعندما ذهبت إلى المتجر شاهدت مجموعة من الأغراض الجميلة وشاهدت من الأنواع الكثيرة التي تحبها، فشاهدت الجوز وقالت أريد أن أشتري جوزا وهناك مجموعات كثيرة من هذا الجوز. فسألها البائع أتريدين شراء كل هذه المجموعات؟ قالت نعم. فقال لها طب أتعرفين كم حبة جوز لدينا في هذه المجموعات؟ قد أعدها، هنا 3 حبات من الجوز، وهنا أيضا 3 حبات من الجوز، وهنا أيضا 3 حبات من الجوز. إذا لدي 3 مجموعات، وكل مجموعة يوجد بها 3 حبات من الجوز، والحبات الموجودة داخل هذه العلبة أسميها عنصر، لأن العنصر يتكرر، نفس العنصر يتكرر 3 مرات، نفس العنصر يتكرر نفسه. فقالت 3 زائد 3 6، و6 زائد 3 9. وأخذت الجوز وشكرت البائع، وشاهدت هنا الفراولة وقالت أريد أن أشتري فراولة، فأنا أحبها كثيرا. هناك 4 مجموعات من الصحون التي يوجد بها فراولة، فأريد أن أشتريها جميعا. فالمجموعة فيها الأولى عدد الحبات 2، وهنا 2، وهنا 2، وهنا 2، وقالت إنها فراولة لذيذة وأريد أن أخذها جميعا. قالت 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 ويساوي 8 حبات من الفراولة. إذا هذا هو الجمع المتكرر، والجمع المتكرر يا طلاب الصف الثاني يكون للعدد نفسه. إذا جمعنا 2 نجمع 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، وإذا جمعنا 3 نجمع 3 زائد 3 زائد 3، وهكذا. إذا يجب أن يكون الجمع المتكرر للعدد نفسه، لا يجوز أن أجمع 2. مثال، لو وضعت الآن عندي أريد أن أعطي هذه الكاسات، أريد أن أعطي هذه الكاسات للطلاب، لمجموعة من الطلاب لدي، وقلت المجموعة الأولى تأخذ هذا الكأس، والمجموعة الثانية تأخذ هذا الكأس، والمجموعة الثالثة تأخذ هؤلاء الكأسين، هل يصح أن أقوم بعملية الجمع المتكرر؟ طبعا لا يصح أن نقوم بعملية الجمع المتكرر، لأنه يجب أن يكون عدد العناصر متساوية في المجموعة نفسها. إذا أخذ كأسا ويصبح لكل مجموعة كأس، إذا لدي 3 مجموعات، كل مجموعة فيها كأس واحدة، ولذلك 1 زائد 1 زائد 1 ويساوي 3. إذا هذه 3 كؤوس. والآن سوف أنتقل معكم إلى السبورة لنشاهد معا ما هي. أراد أحمد أن يضع في كل صندوق 3 مصاصات، وقال سوف أضع هنا في هذا الصندوق مصاصتان، هل يجوز أن أقوم بعملية الجمع؟ طبعا لا، يجب أن أقوم بوضع 3 مصاصات. والآن نريد أن نكمل مثالنا التالي، ألا وهو لدينا 3 صناديق، في كل صندوق 3 مصاصات، لنقوم بعملية الجمع. 3 زائد 3 زائد 3. فاعترضت عملية الجمع وقالت أنا تعبة من ذلك، لا أريد أن أجمع الأعداد نفسها وأكررها دائما، فأنا الجمع أجمع 3 زائد 2 زائد 1 5، من يساعدني لكي أقوم بعملية الجمع المتكرر هذه؟ فجاء الضرب ليساعدها، قال أنا الضرب سوف أساعدك يا عملية الجمع، أنا الجمع المتكرر أريد أن أساعدك يا عملية الجمع، كم عندك من المجموعات؟ قالت له لدي 3 مجموعات، 1 2 3. قال الآن أريد أن
تحولك إلى عملية الضرب. لديك ثلاث مجموعات وكل مجموعة فيها ثلاث عناصر. إذا عملية الضرب سوف تكون عدد المجموعات. إذا عدد المجموعات بيساوي ثلاثة، والعنصر المتكرر أيضا يساوي ثلاثة. إذن الضرب هو الجمع المتكرر. وسوف نحول من الجمع إلى الضرب ونقول أن الضرب يساوي عدد المجموعات ضرب العنصر ثلاثة في ثلاثة. يا ترى كم الناتج لنجمع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن 3 في 3 يساوي 9. هل فهمنا يا طلاب الصف الثاني ماذا فعلنا في هذه المجموعات وهذه العناصر؟ الآن لنقوم بعملية التحويل من الجمع إلى الضرب. والآن سوف نقوم بعملية التحويل من الجمع إلى الضرب والضرب إلى الجمع من خلال بعض الأمثلة. من جمع إلى ضرب. ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي كم؟ عندي مجموعتان ثلاثة أربعة. إذا لدي أربع مجموعات ضرب ثلاث. إذا هاي حولنا عملية الجمع إلى الضرب. مثال آخر، 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. إذا 3 مجموعات ضرب 5. وهذه هي طريقة عملية تحويل الجمع إلى الضرب. والآن سوف نأخذ تحويل الضرب إلى الجمع. سوف نحولها إلى عملية الجمع. كم مجموعة لدي؟ لدي 6 مجموعات. كم عنصر لدي؟ 3. العنصر المتكرر هو 3. إذا عندي 6 ثلاثات. إذا 1 2 3 4 5 6. إذا الثلاثة تكررت 6 مرات. مثال آخر. والآن يا طلاب الصف الثاني نريد أن نتعرف على الفرق ما بين ها العمليتين التاليتين. لو قلت أنا 3 ضرب 5 يساوي 15، وقلت هنا أنه 5 ضرب 3 أيضا يساوي 15، نتعرف على الفرق ما بين هاتان العمليتين ألا وهي 3 ضرب 5 و5 ضرب 3. نجد بأن هنا عدد المجموعات 3 والعنصر المتكرر 5. هنا عدد المجموعات 5 والعنصر المتكرر 3. لنجري هذه العملية نتكرر العدد 5 3 مرات. 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. نجمعهم. هل يكون الناتج 15؟ 5 زائد 5 10 زائد 5 15. نجرب العملية الثانية، 3 5 مرات 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. 3 و3 6، و3 9 و3 12 و3 أيضا 15. إذن نستنتج من هذا العمل بأن عملية الضرب تبديلية. 3 ضرب 5 يساوي 15، وأيضا 5 ضرب 3 أيضا 15. ولو أخذنا مثالا آخر، لو قلنا 4 ضرب 2
يساوي 2 4 مرات اي 8. ولو عكسنا او بدلنا الاثنين مكان الأربعة، 2 ضرب 4 ايضا يساوي 8. اذا عملية نستنتج من هذا الكلام بان عملية الضرب تبديلية. عملية الضرب تبديلية. وضعنا هذا المثال وقلت لكم 3 ضرب 2 يساوي 6. طيب الآن أقول 3 ضرب 2 ضرب كم يساوي 6؟ نحن نعرف بأن عملية الضرب تبديلية، 3 ضرب 2 يساوي 6، إذا 2 ضرب كم؟ إذا 2 ضرب 3 يساوي 6. إذا هنا استنتجنا بأن عملية الضرب تبديلية. والآن نريد أن ننتقل لحل تدريبات الكتاب. الآن أصل بين عملية الجمع وعملية الضرب المكافئة لها 3 زائد. والآن ننتقل إلى حل تدريبات الكتاب. أصل بين عملية الجمع وعملية الضرب المكافئة لها. الآن المسألة الأولى 3 زائد 3، كم مجموعة لدي؟ 1 2. إذا مجموعتان ضرب العنصر المتكرر ألا وهو 3، إذا سوف أوصلهما بين عملية الضرب 2 ضرب 3. المسألة الأخرى 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، عندي 4 مجموعات يتكرر العنصر 5، إذا 4 خمسات. الكلمة الأولى مجموعة والكلمة الثانية العنصر المتكرر، إذا 4 في 5. هنا 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، إذا 5 2. هنا 5 ضرب 2، هنا 3 أربعات. ننتقل للتدريب الآخر، نريد أكمل ما يأتي. 3 ضرب 2، الاثنان سوف تتكرر 3 مرات، الناتج 6. 5 ضرب 1، الواحد يتكرر 5 مرات، والجواب 5. 4 ضرب 3، الثلاثة سوف تتكرر 4 مرات، 3 زائد 3 زائد 3 ويساوي 12. 1 ضرب 4، الأربعة بدها تتكرر كم مرة يا طلاب الصف الثاني؟ مرة واحدة، إذا الناتج يساوي 4. والآن هل يمكننا استعمال عملية الضرب لإيجاد العدد الكلي في كل مما يأتي؟ المجموعة الأولى فيها 5 حبات من الفراولة، والثانية 6، والثالثة 5. إذا هل نستطيع عملية الضرب؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن العنصر المتكرر غير متساوي. وهنا نجد حبتان من الكرز، حبتان. إذا نعم نستطيع، لأن العدد المتكرر نفسه تكرر في جميع المجموعات. والآن هل يمكننا استخدام عملية الضرب لإيجاد الناتج؟ 2 زائد 2 زائد 3 زائد 2، إذا لا، لأن هناك 3 عنصر مختلف. لا. والآن يا طلاب الصف الثاني عندكم واجب صفحة 44 و45، وإن شاء الله بتمنى إنكم تحلوا لي إياهم بالحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.